مسيرة عطرة ومسيرة من الكفاح ضد الاستبداد، وفاة المفكر الإسلامي والشيخ عصام العطار عن عمر ناهز 97 عاماً في منفاه بألمانيا. رغم التعزيزات العسكرية القادمة من دمشق، أهالي السويداء يتظاهرون في ساحة الكرامة. في اليوم العالمي للصحافة، توثيق مقتل 717 صحفياً في سوريا منذ آذار 2011. نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم، أهلاً بكم. توفي اليوم الشيخ الجليل والمفكر الإسلامي الكبير عصام العطار عن عمر ناهز 97 عاماً في مدينة آخن الألمانية، ويعتبر العطار من المناهضين لسلطة الأسد على دور الأب والابن وأحد رجال الفكر والعمل في العالم الإسلامي. نتابع المزيد في التقرير التالي. نحن موتى وشر ما ابتدع الطغيان موتى أعددته لتسليم. قرابة قرن من الزمن عاشها الشيخ عصام العطار الذي كان يرى نفسه ميتاً كل يوم ويعمل على أساس ذلك. يودع العالم العربي والإسلامي الشيخ الجليل والمفكر الإسلامي الكبير عصام العطار اليوم عن عمر ناهز 97 عاماً قضاها إصلاحاً ودعوة للإصلاح السياسي في سوريا، ودفع ضريبة ذلك مرات كثيرة من خلال النفي والتهجير أو قتل أحبته، وعلى رأسهم زوجته بنان الطنطاوي التي قتلت في ألمانيا على يد مخابرات الأسد. يا مقلة للبر ساهرة لأبؤس الناس قد ناموا ولم تنم. الشيخ عصام العطار ولد في دمشق عام 1927. لازم الشيخ الدمشقي علي الطنطاوي واستفاد من فكره، وعين في عام 1955 أميناً عاماً لهيئة المؤتمر الإسلامي، وأصبح فيما بعد مراقباً عاماً لجماعة الإخوان المسلمين. انتقل العطار برفقة زوجته بنان الطنطاوي إلى ألمانيا عام 1964 بعد تضييق من السلطات حينها. قتلت بنان الطنطاوي في ألمانيا بعد اقتحام منزلهم للبحث عنه عام 1981 على يد المخابرات السورية. وما الحياة سوى حلم ألم بنا، قد مرك الحلم ساعات وأيام. يضيق الوقت عن ذكر مناقب الرجل التي امتدت على مدار عقد من الزمن قضاها كفاحا وعملا دؤوبا كما يصفه السوريون. ينعيه اليوم السوريون بمختلف فئاتهم وتوجهاتهم كرجل حمل الفكر الوسطي المعتدل والبناء، وكمناضل ضد حكم الأسد وجميع أشكال الظلم والفساد. يعتبر العطار أحد منظري الثورة السورية لكونه قائدا ثوريا ضد الاستبداد في سوريا ضد الأنظمة العسكرية منذ نشأته. يرحل الرجل اليوم تاركاً خلفه سيرة عطرة وكتباً لخصت خلاصة فكره الذي سيظل منارة لجميع من أراد الكفاح ضد الظلم في سوريا. العالم. وينضم إلينا سماحة الشيخ مجد مكي عضو الأمانة العامة في المجلس الإسلامي السوري من الدوحة. أهلاً بك سيد مجد. بداية، عظم الله أجركم وأجر الأمة العربية والإسلامية بوفاة المفكر الإسلامي الشيخ عصام العطار. لو تحدثنا عن مكانة الشيخ بالنسبة للعالم الإسلامي بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الأمة الإسلامية فقدت ليلة أمس الجمعة رجلا من رجال الإسلام والدعوة إلى الله عز وجل، وقامة من قامات الجهاد ضد الظلم والطغيان والاستبداد. عرفته منابر دمشق خطيبا مفوها يحمل هموم الأمة الإسلامية
وأعباء رسالة إصلاحها. عرفته أرجاء العالم الإسلامي كله، يحمل قضاياها وينافع عنها في المجامع والمؤتمرات. عرفته بلاد الاغتراب مؤسسا لمراكز الدعوة وتخريج الدعاة لنشر رسالة الإسلام، وظل إلى اللحظة الأخيرة في حياته بعدما ألم به المرض يحمل هم قضية شعبنا السوري وقضية فلسطين وكل قضايا الأمة. وساهم رحمه الله تعالى كما ذكرنا في تأسيس الكثير من المراكز والمنتديات، وكان أحد الداعين والمؤسسين للمجلس الإسلامي السوري. أنا صلتي بالأستاذ يعني بدأت بصلتي بعمه وأستاذه، الأستاذ الكبير الشيخ علي الطنطاوي، أستاذ الجميع، فاختاره صهرا لابنته الشهيدة التي استشهدت قبل 43 عاما برصاص الغدر والإجرام والخيانة، وبقي وفيا لها ذاكرا لأثرها ودورها في تأمين الحياة المستقرة السعيدة له. بقي وفيا لها يذكر مآثرها ومناقبها، وفجع العالم الإسلامي بتلك الجريمة النكراء. وبقي رحمه الله تعالى على وفائه، من أهم مزاياه الوفاء رحمه الله تعالى، ما دعي إلى عمل فيه مصلحة للإسلام والمسلمين وفيه دعم لهم إلا وبادر. دعوناه في أول لقاء وأول مؤتمر لعلماء الأمة في نصرة الشعب السوري في عام 2011 في بداية انطلاقة الثورة السورية، فكان من أول المبادرين. قدم إلى اسطنبول واجتمعنا به فضلا عن اجتماعات سابقة به، وبقينا على تواصل، بل العقل الناس كلهم يتواصل معه. لا تأتي مناسبة اجتماعية إلا ويواسي ويذكر ويتصل رحمه الله تعالى. فمزاياه الحقيقة كثيرة، وهو أوتي مواهب متعددة. بنى فقط نعم الشيخ رحمه الله تبنى مكافحة الظلم، ما أهمية ذلك بالنسبة لكل من يقتدي به ويعتبره رمزا؟ لا شك يعني أهمية ذلك أنه في سبيل مكافحة الظلم والطغيان والاستبداد تخلى عن حياته الرخية في بلاد الشام. هو من أسرة ثرية، من أسرة مرموقة لها مكانته الاجتماعية، فخرج من يوم أن استولى حزب البعث على السلطة وحاول العودة ولم يقبل له العودة بأي شكل من الأشكال. أراد المشاركة بعدما توفي عالم الأمة وداعيتها الكبير الأستاذ السباعي، فمنع من الدخول وبقي في تلك الغربة. عرضت عليه المناصب، عرضت عليه الكثير من المغريات، فأبى أن يهادن على في سبيل أن يتنازل عن موقفه في نصرة قضايا الأمة والوقوف في وجه الطغيان والظلم والاستبداد. نعم أشكرك سماحة الشيخ مجد مكي، عضو الأمانة العامة في المجلس الإسلامي السوري، كنت معنا من الدوحة. قال وزير الدفاع التركي يشار جول في لقاء له مع قناة CNN تورك إنه يجب على الأسد قبول الدستور وإقامة انتخابات حرة ومستقلة، لافتا إلى أن بلاده منفتحة بالحوار مع سلطة الأسد إذا فاز بشكل مستقل، مشيرا إلى أنه سيلتقي به أو بمن يفوز بالانتخابات. ومن جانبه أوضح المتحدث باسم الوزارة الخارجية التركية أونجو كيتشالي إن بلاده لم تعقد أي اجتماع مع سلطة الأسد، وأن السياسة التركية مع سلطة الأسد كان هدفها بأن يصل الأسد لحل يتضمن عودة السوريين ومستقبل سوريا والعملية السياسية هذا. وكان قد صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن التطبيع بين تركيا والأسد أصبح مستحيلاً بسبب الأوضاع التي تشهدها غزة، مؤكدا اهتمامه بتعزيز العلاقات بينهما بحسب قوله. تشهد محافظة السويداء تطورات متسارعة، فمع استخدام سلطة الأسد تعزيزات نحوها تعقد تجمعات أهلية اجتماعات لبحث سبل منع التصعيد العسكري. التقرير والتفاصيل. مع استخدام سلطة الأسد تعزيزات عسكرية نحو السويداء والنقاط العسكرية في محيطها، تستنفر المحافظة لبلورة شكل التعامل مع أي احتمالات مقبلة.
على اختلاف الكيانات وصفة التمثيل، تبدو مخرجات الاجتماعات بين وجهاء ورجال دين وقادة مجموعات محلية ملتفتا حول ما صرح به شيخ طائفة الدروز الموحدين حكمة الهجر مؤخرا، والذي حذر من أي تصعيد عسكري من قبل أي جهة كانت، مؤكدا على أحقية مطالب المحتجين والتأكيد على السلمية. حركة رجال الكرامة أعلنت عن دعمها المباشر لرؤية الهجري، بينما جرى اجتماع آخر في قرية دار عرا ضم شيخي العقل يوسف جربوع وحمود الحناوي، إضافة إلى قائد حركة رجال الكرامة وزعيم آل نعيم لبحث السبل لمنع التصعيد في المحافظة. من جانبها أصدرت مضافة الكرامة بقيادة ليث البلعوس بيانا حذرت فيه سلطة الأسد والميليشيات الموالية لإيران في المنطقة من أي تصعيد يستهدف المحافظة، مشيرة إلى أنها سترد على أي تصعيد. تصعيد سلطة الأسد في السويداء لقي اهتماما دوليا، مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أكد إدانة الولايات المتحدة لأي استخدام للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين في السويداء، فيما قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لويس ميغيل بوينو أن على سلطة الأسد التعلم من الماضي وعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين. تبدو سلطة الأسد مصرة على استخدام القوة ضد المتظاهرين في السويداء كما فعلت ذلك في جميع المحافظات السورية، ويبدو أن الدعم الدولي حتى الآن عبارة عن إدانات وتصريحات ربما لن تنقذ المدنيين في حال هجوم سلطة الأسد عليهم. في مشهد يعكس تحدي أهالي السويداء لحشود الأسد العسكرية بمحيط المدينة، غصت اليوم الجمعة ساحة الكرامة في السويداء بمئات المتظاهرين، حيث أكد المشاركون على مطالبهم بالتغيير السياسي وإسقاط الأسد. ها هي ساحة الكرامة اليوم تقول كلمتها للطغاة والغزاة أننا هنا باقون ومن هنا مستمرون حتى الخلاص من الطغاة والغزاة معا. باقون هنا باقون من السويداء من ساحة الكرامة. اليد التي تحمل السيف تحمل أغصان الزيتون والورود في اليد الأخرى، لا بل في ذات اليد، وتقدم غصن الزيتون والورد على السيف، لكن إذا شاءوا فنحن لها والتاريخ يشهد. نحن بداية نبارك لهذا الحراك العظيم الذي كانت له كل المبررات لوجوده، حيث وصلت سوريا إلى الدرك الأسفل من جميع الجهات من الناحية الاقتصادية والسياسية وكل شيء، فنحن محقين جدا بهذا الحراك، ومن واجبنا الحفاظ عليه، ومن أجل الحفاظ يجب أن ننبذ كل التفرقة والشرذمة ونكون يد واحدة، لا ندخل إلى هذه الساحة دون تسميات ودون أحزاب ودون أي شيء يفرقنا. أما بالنسبة لما حدث مؤخرا من تهديدات فهي من وجهة نظرنا لا تزيدنا إلا إصرارا وتصميما، لأن حراكنا سلمي، لم نعتدي على أحد، ونطالب بحقوق مشروعة، ولو لم تكن هذه الحقوق مشروعة وهؤلاء المتظاهرين المتظاهرون على حق لما استمر هذا الحراك حوالي السنة أو 9 أشهر، وبالتأكيد سوف يستمر بهمة شباب السويداء الذين آمنوا بحقوقهم وآمنوا بسوريا الموحدة بكافة أطيافها وبكافة أراضيها. أعلنت وزارة الدفاع التابعة لسلطة الأسد عن إصابة 8 عناصر بجروح جراء قصف إسرائيلي استهدف عددا من المواقع قرب دمشق. وفي الوقت ذاته نقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني لم تسمه إن الضربة أصابت مبنى تديره قوات الأمن التابعة لحزب الله والقوات الإيرانية يقع جنوب السيدة زينب. ومن جانبه قال موقع أنتل تايمز الإسرائيلي إن الغارات جاءت رداً على إطلاق الصواريخ من الجانب السوري باتجاه الجولان، فيما أكدت وسائل إعلام محلية ومنها صوت العاصمة عن وقوع غارة جوية بالقرب من الجسر الخامس ومدرسة أمن السويداء على طريق دمشق الدولي. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل.
بعثة طبية أمريكية تتبع لسانس تدخل إدلب وتنهي أسبوعاً علمياً لتطوير سبل مساعدة المرضى. مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بيانا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وثقت فيه مقتل 717 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011، بينهم 53 بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا. وقالت منظمة مراسلون بلا حدود إن سوريا حلت في المركز 179 قبل الأخير في حرية الصحافة من أصل 180 دولة ضمن مؤشر حرية الصحافة للعام 2024، وتصدر المنظمة مؤشرها سنويا بتاريخ 3 أيار في اليوم العالمي لحرية الصحافة. ويعد المركز الجديد لسوريا متراجعا عن المركز 175 الذي حلت به في مؤشر حرية الصحافة العام 2023. وينضم إلينا السيد عبد القادر حاج عثمان رئيس اتحاد الإعلاميين السوريين من عزاز. أهلا بك سيد عبد القادر، برأيك ما شكل الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين في الشمال السوري؟ تحية لك سيدتي ولمتابعي حلب اليوم. في اليوم العالمي لحرية الصحافة نتحدث نحن طبعا عن 717 شخص قتل، 53 منهم تحت التعذيب، هذا منذ عام 2011 في سوريا. عندما نسأل لماذا يعني سوريا في المركز 179 في هذا المؤشر، نتحدث عن جملة من الانتهاكات بحق الصحفيين أبرزها عمليات القتل والخطف. عندنا 1358 حالة اعتقال واحتجاز، 49 منها في عام 2023 و2024 بس في سوريا. هاي الدولة إذا قارنا هاي الأعداد فنحن سنويا عنا يعني أكثر من حالة قتل وحالات احتجاز في سوريا للصحفيين والإعلاميين. هذا مؤشر القتل ليس هو الوحيد الذي يعني يعطينا هذا الترتيب السيء كسوريا في هذا المؤشر. الصحافة لا تلقى أي اهتمام في سوريا، لا في شمال سوريا ولا في المناطق الأخرى أيضا. لا تدرج الإعلام وحرية الرأي وهذه الاعتبارات ضمن أي اجتماع وضمن أي أجندة على كافة المستويات، بدءا من المستويات السياسية وانتهاءا بمستويات الإدارة المحلية. نعم سيد عبد القادر، هل تعملون في الاتحاد على إجراءات لحماية الصحفيين بشكل قانوني؟ طبعا نحن على صعيد الشمال السوري لا يوجد قوانين يعمل بها للتعامل مع الإعلاميين، فنحن نصدر مواثيق شرف بداية منذ تأسيس الاتحادات. يوجد 3 اتحادات في الشمال السوري، هذه المواثيق هي التي تعطي الإعلام بعض المحددات لعمله، بعض المحددات المهنية. أما القوانين لا يوجد أي قوانين نتعامل فيها، فنحن نصير مذكرات تفاهم وتعاون بناء على قياسا على كل منطقة ووضعها العسكري والأمني. هذه الاتفاقات تكون مع المجالس المحلية أو السلطات، يعني ربما تكون سلطات أمنية في بعض المناطق لتسهيل عمل الإعلاميين. لا يوجد أي قوانين سارقة أو أي مفاهيم واضحة للعمل في الشمال السوري. نعم، أشكرك السيد عبد القادر حاج عثمان رئيس اتحاد الإعلاميين السوريين، كنت معنا من عزاز. يعاني أهالي بلدة منلس التابعة لمحافظة إدلب في شمال غرب سوريا من مشكلة انهيارات الصخور الكبيرة من أعلى الجبل على البلدة، وزاد خطرها بعد الزلزال الذي ضرب سوريا وجنوب تركيا، ما ينعكس سلبا على حياة السكان في البلدة. حالة من القلق يعيشها سكان بلدة منلس غربي إدلب بسبب الانهيارات الصخرية المتكررة التي تنطلق من أعلى قمة الجبل الذي يعلو القرية، وزاد من خطر هذه المشكلة الزلزال الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا. هاي الجبل أعلى من ضيعتنا، وضيعتنا بلزقه صايرة، والجبل أعلى منا. وقت اللي عم يصير شتي ومطر يقسم بالله العظيم عم نخاف كلياتنا في هالبيوت، عم يدركلوا حجار وصخور وبينزلوا علينا على الضيعة، عم نخاف.
يعني زلازل وشتي، وخاصة لا بال 2024 زاد المطر وزادت الهطولات. هلا مهددين بمنخفض على اساس هالكم، الله يبعث خير الكام يوم، والله عم نخاف من الصخور. طلع على جبلون شلون مأزمه علينا، لك فتحنا الطريق معنا 200-300 دولار دبرناه هون، فتحنا الطريق مشان اذا نزلت صخره تنزيع عليه ما تنزيع على الدور، ليك الدورون تحت مننا. كنا نعاني بهالشيء يعني كل 10 سنين مثلا تنزل لها صخره جراء الامطار الغزيره او العوامل الجويه، بس هلا بعد عمليه الزلزال اللي صارت صار ينزل بشكل متكرر هالصخور هاي، وصارت يعني خطر عنا بالنسبه للضيعه ولاولادنا، يعني صارين اكثر لعبوا هون حوالي هالمنطقه هاي بالجبل هاي. سنوات طويله مرت على معاناه الاهالي هنا بسبب الانهيارات الصخريه دون وجود حلول فعليه تقضي بمعالجه هذه المشكله وتزيل الخوف من نفوس سكان القريه. حكى مجلس محلي يعني كان في عندنا من اكثر من حلول، انه ممكن يكون في جدار استنادي بيفي بالغرض انه في حاله سمح الله صار في انهيار الصخور، او ممكن يكون في طريق انشاء طريق بمس من اثر صدمه في حال صار انهيار للصخور. وزاد هالشيء هذا بعد زلزال وبالشتي بيصير في يعني كثير انهيارات الصخور. تجسد هذه الانهيارات حاله من عدم الاستقرار والخوف بين السكان، ما يستدعي التدخل العاجل والفوري من السلطات المحلية والجهات المعنية أو حتى المنظمات الإنسانية لتقديم الدعم والعون للسكان المتضررين واتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذا الخطر المتواصل. يتزايد القلق بين أهالي بلدة ملس وتتوالى التحذيرات من خطر الانهيارات الصخرية العملاقة التي تتساقط من أعلى قمة الجبل على البلدة لتشكل تهديدا كبيرا على السكان المحليين. أحمد يد، حلب اليوم، بلدة ملس. نظم نشطاء الثورة في مدينة عفرين شمال حلب وقفة احتجاجية في مدينة عفرين للمطالبة بفرض الرقابة الشعبية على المؤسسات في سبيل دعمها للخلاص من الفساد. نتابع معكم هذه الوقفة الاحتجاجية التي نظمها نشطاء الثورة في مدينة عفرين ودعوا إليها تحت عنوان محاربة الفساد ودعم المؤسسات للتنديد بالفساد المستشري في مؤسسات الثورة وللمطالبة بتحقيق المراقبة الشعبية على هذه المؤسسات. لمعرفة تفاصيل أكثر عن هذه الوقفة نلتقي بأحد منظميها. السلام عليكم. اليوم لشو طالعين بهذه الوقفة؟ اليوم خرجنا لنؤكد لشعبنا أن هذه المؤسسات قد بنيت بدماء شهدائنا وبتضحيات الثوار السوريين. اليوم نطالب بتطهير هذه المؤسسات من الفاسدين وإعادة القرار الوطني إليها بعد أن تمكن منها أصحاب القوى الظلامية. هذه المؤسسات بنيت بدماء الشهداء وجاءت لتخدم الشعب السوري وليس لاستخدامها كسكين على رقبة الثوار الأحرار. هذه المؤسسات القضائية أصبحت فاسدة، تعتقل الأحرار من أجل مظاهرة. ماذا تركتم للنظام إذا كان الأحرار يعتقلون من أجل مظاهرة ثم تقول إن هذا الأمر لدى الاستخبارات؟ هذا القضاء الفاسد نريد إصلاحه. حتى المؤسسة العسكرية أصبحت تحسب أشخاص وعائلات، نريد تطهيرها. والحكومة المؤقتة الفساد مستشري فيها، نريد أن نصل إلى حكومة وقيادة عن طريق صناديق الانتخاب، عن صناديق الاقتراع. لا نريد أن تعينه دولة ولا نريد أن تعينه سلطة أو تيار محدد. شكور، يعطيك ألف عافية. مشكور أمس. نعم، لطالما كان الفساد سببا في تأخير نهضة الدول وتدمير اقتصادها، ولا تخلو مؤسسات الثورة من هذه الآفة المنتشرة في مفاصلها حقيقة. ما دفع نشطاء الثورة وغيرهم للخروج بهذه الوقفة بغية تصحيح المسار. أحمد شمالي، حلب اليوم، عفرين. تحت اسم بعثة الشهيد الدكتور محمد أسامة البارودي، أنجزت منظمة سامز أول أسبوع علمي لها في سوريا ضمن بعثة سامز الطبية، والتي شارك فيها 21 متطوعا من كبار الأطباء والخبراء. تحت مسمى بعثة سامز الطبية، فريق طبي أمريكي دخل الأراضي السورية عبر معبر باب الهوى الحدودي، وهو حدث فريد ينظم لأول مرة. تكون الفريق من 21 طبيبا باختصاصات متنوعة، قدموا ما لديهم من إمكانيات وخدمات، وعملوا على تدريب وتأهيل أطباء مقيمين ضمن مشافي سامز.
هذه الحملة كان لها عدة أهداف، أهمها على الإطلاق هو تنمية التواصل بين زملاء العمل الطبي، بين أطباء المقيمين في سوريا وأطباء المقيمين في أمريكا. أهداف الأخرى هي رفع كفاءة الأطباء والكوادر الطبية عبر تقديم محاضرات ودورات مكثفة. محاضرات كانت محاضرات باستهداف بعض الكوادر حسب التخصص، ومحاضرات باستهداف كثير من الكوادر، حطيناها ضمن بوتقة الأسبوع العلمي الأول في سوريا. نشير إلى نقطة هامة، أن أصل هؤلاء الأطباء سوريين يحملون الجنسية الأمريكية، أقاموا نشاطات عديدة ومحاضرات نظرية للأطباء المقيمين، وأخرى عملية كما أجروا عمليات معقدة، إضافة للإرشادات والنصائح التي من شأنها تحسين الواقع وتطويره. انضمينا للحملة، يعني نحن متابعين للتعليم الطبي والخدمات الطبية اللي عم بيكون فيها سامز، في برامج سامز الموجودة في إدلب، لكن هالمرة حبينا نجي نكون جزء من هالبرامج بشكل شخصي، نتعرف على الكادر الطبي، يعني نتحاور معهم على كفاءاتهم والخدمات والحاجات اللي هن بحاجتها. طبعا الرحلة لها وقع خاص كونها زيارة الأولى إلي. تعرفت على كوادر عندها طاقة عالية وهمة عالية بالرغم من نقص الموارد. جاءت هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لتقديم الدعم والمساعدة للمجتمعات المتضررة في سوريا. البعثة الأمريكية التابعة لمنظمة سامز تسعى لتقديم الدعم والمساعدة للأشخاص الذين يعانون من الأزمة الإنسانية الراهنة. أقامت جامعة حلب في المناطق المحررة المؤتمر العلمي الأول لعلوم طب الأسنان، وعلى مدار 3 أيام بمشاركة 47 باحثا وأكاديميا من عدة دول وبحضور قرابة 200 طالب في طب الأسنان. على مدار 3 أيام متواصلة، نظمت جامعة حلب في المناطق المحررة المؤتمر العلمي الأول لعلوم طب الأسنان، وذلك بالتعاون مع مؤسسة تعليم بلا حدود مداد ومؤسسة سواسية ونقابة أطباء أسنان حلب الحرة. المؤتمر الأول من نوعه في الشمال السوري، وفر مساحة تعليمية وثقافية لطلاب طب الأسنان في بادرة من القائمين عليه لمواكبة العلوم الطبية الحديثة حول العالم. مؤتمرنا انطلق المؤتمر الأول العلمي لطب الأسنان حاليا باليوم الثاني. بصراحة هي تجربتنا الأولى كطب أسنان وكجامعة حلب الحرة في هالمؤتمر. الحمد لله الأمور ممتازة بالنسبة لطلابنا، كان في فائدة كبيرة، تعرفهم على مدارس جديدة، محاضرين تقريبا من الداخل الأكاديميين من داخل السوري ومن خارج سوريا. شارك في المؤتمر 27 باحثا وأكاديميا في المجال الطبي من دول عدة من خلال محاضرات ألقوها على المشاركين في المؤتمر، بعضها كان عبر الحضور الفيزيائي وأخرى عبر منصة الزوم، وشهد مدرج الجامعة حضور قرابة 200 طالب طب أسنان من السنوات الرابعة والخامسة والامتياز. الهدف الأساسي من المؤتمر هو تمكين التعليم في المجال الطبي وخاصة في مجال طب الأسنان، وتطوير العمل وخاصة فيما يتعلق بموضوع خبرات الطلاب وتمكين الطلاب من العمل الطبي في مجال طب الأسنان. يعتبر المؤتمر بالنسبة لي شيء ممتع، جمع بين الترفيه والثقافة، حيث خاصة أن طلاب سنة رابعة العطلات عنا قليلة، كتير قليلة، وفرصة بالإضافة إلى أنه فرصة في الحصول على المعلومات واكتساب الخبرات. تناولت فعاليات المؤتمر محاضرات حول أحدث الأبحاث العلمية في طب الأسنان وآخر الصناعات الطبية، إضافة إلى طرق العلاج ومتابعة الحالات المرضية. كما تضمن المؤتمر معرضا لأحدث الأجهزة الطبية. يعتبر هذا المؤتمر خطوة هي الأولى من نوعها في الشمال السوري، وتأتي أهميته في محاولة من القائمين عليه مواكبة آخر الأبحاث العلمية وأحدث الطرق العلاجية في طب الأسنان، ما يسهم في زيادة القاعدة المعرفية
لطلاب طب الأسنان والأطباء الممارسين للمهنة. لؤي اليونس، قناة حلب اليوم، مدينة عزاز. نهاية نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني حلب توداي تي في دوت نت. دمتم برعاية الله.